ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل أرحب بك. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء الخير أستاذ جميل. نتابع هنا جولة أفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة المصرية على التواجد بشكل مستمر في القارة السمراء، وهذا اتضح جليا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. بالأمس تابعنا أيضا المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في القاهرة، وها نحن نتابع جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ أهمية هذه الجولة؟ واحنا لازم نعرف ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 وهو بيولي اهتمام كبير جدا بالنسبه للقاره الافريقيه. احنا للاسف الشديد ابتعدنا عن افريقيا لسنوات طويله جدا، وتاثرت العلاقه المصريه بالعديد من الدول الافريقيه بسبب ابتعاد الدوله المصريه. فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى واولى اهتمام كبير جدا بالقاره الافريقيه، لان القاره الافريقيه هي العمق الاستراتيجي للدوله المصريه. وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى لقاء عدد كبير من الزعماء والرؤساء الافارقه خلال العشر تسع سنوات الماضيه. وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما بنقول القاره الافريقيه اصبح لها لسان في الوقت الحالي، اللي هي مصر اصبحت في كل المحافل الدوليه وفي كل المواقع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الازمات التي تتعرض لها القاره الافريقيه، والدعم الذي يجب ان يكون للقاره الافريقيه بسبب الاهمال من الدول الكبرى للقاره الافريقيه، وخاصه في مجال قضيه المناخ. وده شفنا خلال الاجتماعات شرم الشيخ كوب 27 التي اقيمت في شرم الشيخ في المناخ، كان الحديث كله موجه للدول الكبرى انها يعني تطلع بمهامها تجاه القاره الافريقيه لرفع المعاناه عنها، لان هي اكثر القارات تضررا. طبعا مصر خلال السنوات الماضيه بتسعى الى التنميه الشامله داخل القاره الافريقيه ونقل الخبرات المصريه الى دول القاره ككل، وايضا بجانب التنميه الشامله اللي بتسعى مصر اليها هي بتسعى ايضا لملف مهم جدا وهو ملف الارهاب والقضاء على التنظيمات والجماعات الارهابيه اللي بدات تستغل داخل دول القاره. فاعادت مصر مره اخرى الى تجمع الساحل والصحراء في عام 2016 عندما اجتمع وزراء الدفاع في شرم الشيخ، ثم بعد ذلك تدريب بعض الضباط والجنود من دول الساحل والصحراء في مصر في قاعدة محمد نجيب اكثر من مره، تدريب اكثر من 1000 ضابط و1000 جندي في لمكافحة تنظيمات وجماعات الارهابيه، ثم انشاء مقر دائم للساحل والصحراء، تجمع الساحل والصحراء في القاهره لمواجهه التنظيمات والجماعات الارهابيه. اذا مصر بتسعى الى التنميه الشامله، تسعى الى القضاء على الارهاب، لان القضاء على الارهاب هو اول عدو للتنميه، واذا وجد الارهاب وجدت الدماء ووجدت الازمات داخل الدول. ايضا مصر بتسعى الى التهدئه داخل الدول الافريقيه وبعض الدول الافريقيه اللي فيها ازمات. يعني احنا شفنا توجه مصر خلال الفتره الاخيره للتهدئه في ليبيا، وايضا الوضع في الصومال، مصر بتسعى الى تهدئه الاوضاع في الصومال، وايضا اخيرا في السودان. مصر ايضا بتواجه عمليات الهجرة الغير شرعية، مصر بتسعى إلى دعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بشكل كبير جدا من خلال طريق القاهرة كيب تاون. إذا هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية على كافة المجالات. لهذا السبب نجد أن الرئيس بيزور لأول مرة دول، يعني مصر أنجولا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي زار أنجولا. واليوم كيف يمكن الاستفادة على المستوى الاقتصادي من هذه الزيارة أستاذ جميل، خاصة يعني نتحدث عن دولة مثل أنجولا غنية بالنفط، أيضا الدول الإفريقية الأخرى كل دولة لها ما يميزها، كيف يمكن دعم التواصل الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول من خلال مثل هذه الزيارات؟ هو بالطبع هناك أوجه كثيرة للتعاون مع الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري من تلك الدول، وإفادة هذه الدول، وأيضا استفادة الدولة المصرية من خلال المزيد من الاستثمارات، المزيد من التبادل التجاري بين البلدين
فتح مجالات كبيره بين البلدين في المجال الاقتصادي. هو ده المطلوب، التكامل الافريقي لافريقي من اجل النهوض بالقاره الافريقيه ككل، والعوده بالنفع على الدول الافريقيه وايضا مصر بالتلاعب. نعم استاذ جميل. نعم أيضا. نعم استاذ جميل، بالحديث عن قمه الكوميسا، مصر كانت متوليه الدوره السابقه للكوميسا وقدمت العديد من المبادرات والاطروحات خلال توليها رئاسه المجموعه في دورتها 21. ماذا عن الدوره الحاليه؟ ما الذي يمكن ان ننتظر منها في طريق الدعم الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين دول هذه المنطقه الشرق والجنوب الافريقي؟ هي منظمة مهمة جدا، مصر شاركت فيها منذ عام 98. مصر بتسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا الشرق والجنوب أفريقي من خلال دعم الدول، من خلال زيادة التبادل التجاري بين الدول، حتى زيادة عملية النقل التجاري من خلال التعاون زي ما قلنا. نعم. لها مبادرات رئاسية مهمة جدا، يعني لازم يتم بدء العمل فيها بشكل إيجابي من أجل طبعا زيادة التنمية داخل الدول الأفريقية، زيادة داخل الدول الأفريقية واللي هي الدول الأعضاء في الكوميسا، وأيضا فتحات جديدة للاستثمار داخل دول الكوميسا ومشاركة القطاع الخاص في التنمية داخل تلك الدول. إذا هناك العديد من المجالات يتم النظر إليها بشكل عميق والتنسيق الكامل بين الدول الكوميسا. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.